دق منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب اللبناني أن أبسامي الجميل ناقوس الخطر من اعتماد منهج كتاب التاريخ الذي أحالته اللجنة الوزارية مؤخرا إلى مجلس الوزراء، معتبرا أنه جاء استنسابيا وفي شكل مزور. في لبنانيين قاوموا الوجود الفلسطيني المسلح بلبنان، في لبنانيين قاوموا الاحتلال السوري في لبنان. انحكى عن المقاومة ضد إسرائيل، وهيدي شغلة كتير مهمة ولازم تنذكر ولازم تتفصل. أما تغييب المقاومة اللبنانية عن كتاب التاريخ هو أمر غير مقبول وأمر لن يمر. نصل بعدين على بيسموها أحداث الأشرفية وزحلة، أحداث شعب صامد بقلبها تحت الأزايف وجيش غريب عم بيقصفها على مدى 100 يوم، ما اسمها حرب؟ هذا التاريخ 13 تشرين 1990، هذا النهار اللي دخل فيه الجيش السوري إلى قصر بعبدة ورفع راية الانتصار الجيش السوري، الجيش الغريب السوري. كيف بيتغيب هذا النهار؟ الجميل انتقد اللجنة التربوية التي سمت الحقبة بين 1990 و2005 بمرحلة اتفاق الطائف ومسيرة الازدهار والعمران. بس هذه مرحلة الاحتلال، هذه مرحلة الذل بالنسبة لجزء من اللبنانيين، هذه كانت مرحلة النفي بالنسبة لجزء من اللبنانيين. أمين جميل وميشيل عون ما كانوا قاعدين ببيروت، كانوا منفيين. سمير جعجع ما كان عم بيجزر بشوارع بيروت، كان بالحبس. كان في أقفال لمحطات إعلامية، كان في قمع للمظاهرات وللطلاب ولحرية الرأي. إيه بدنا نحكي عن العمران، بس بدنا نحكي كمان أنه بالنسبة لجزء من اللبنانيين كانت مرحلة ذل. وعلق على موقف الوزير جابي ليون فيما يتعلق بثورة الأرز. خي إجا 1.5 مليون لبناني عملوا ثورة ضد الاحتلال السوري، تمكن الشعب اللبناني بدعم من المجتمع الدولي بإخراج الجيش السوري من لبنان. وانطلق الجميل من موقف الرئيس نجيب ميقاتي الذي أعلن أن كتاب التاريخ لا يكتب من طرف واحد ليحمله مسؤولية ضبط هذا الموضوع وإعادة النظر فيه، وإلا فالعصيان التربوي. هذا الكتاب ما رح يفوت على كل المدارس يلي نحن منمون عليها، هذا الموضوع رح يصير بالتنسيق مع كل الأطراف يلي عندها تحفظ. ودعا الجميل للتعلم من الأخطاء والمجازر التي ارتكبها اللبنانيون بحق بعضهم البعض، قائلا حان وقت الخروج من الماضي لتنقية الذاكرة.